Bumbaya. Yeah, 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 Bumbaya. Yeah, 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 Bumbaya. How you doing؟ شو تكونوا كمان بخير وانتم تشوفوا في ما فيديو. لا فيديو تاع اليوم راح تكون بمناسبة الدخول المدرسي ولا الدخول الجامعي، باسكو الدخول المدرسي عنده بزاف من اللي فات. ما حبيتش ندير لكم فيديو اوتفيت ولا جيت سكول ولا لوم جات الدوام معاكم هيلثي، باسكو كاين بزاف من اللي في اللي داروهم. سو حبيت ندير لكم خمس تطبيقات يقدروا يساعدوكم في قرايتكم، باسكو كان كشي ما عندوش سمارت فون كمان عندنا سمارت فون باش ما نستغلوا في قرايتنا، ماشي غير في الفيسبوك والانستغرام وسناب شات. سو اذا حابين تعرفوا هذا الخمس تطبيقات just keep watching. التطبيق الاول هو كام سكانر فروم بي دي اف كرييتر، راح يهنيكم من لي فوتوكوبي اكسيتيرا. هو جوست كيفاش يخدم، طلعوا هذه لابليكاسيون هي 100% غراتوي، طلعوها ابغيك تفتحوها تجي تشبه سناب شات، ديروا تصوروا واش حابين، العفسه اللي حابين ترجعوها بي دي اف وهي اوتوماتيكمون، مي جوست الكتابه لازم تكون مكتوبه بالبي سي يعني امبريميا ماشي بخط اليد، باسكو ما يقدروش ما تقدرش هذه الابليكاسيون تحول لكم خط اليد للبي دي اف، لازم تكون تصويره نورمال. هكا تقدروا تلقوها للبي سي تاعكم طول بلا ما تظلوا ديروا فوتوكوبي ولا شي يعني اكسيتيرا. وورد مايكروسوفت كيما بينكم حنا في لافاك لي زيكسبوزي بوزيوهم في الداتا شو. بون ماشي اللي مزيان طلعت لافاك تقول اوه نطلع لافاك باش نبوزي فيها بدي ولا غير عيبات. بون كيما نسيت الهضره عليكم. المهم احنا نفوزيو في الداتا شو يتسمى، تقدري طلعي هذا الوورد مايكروسوفت يعني كيما الوورد تاع البي سي، جوست طلعي في تليفونك يعني تحبي تموديفي يكون فيه كلش كيما تاع البي سي، يعني تحبي تموديفي كش عفسه ولا يكون عندك اكسبوزي ومش قادره تخدمي في البي سي ما عندهاش، طلعي طول في التليفون مليح وهايل. انا عندي الدهب الجايين هما راح يفيدوكم سورتو في المات هذه يعني للام اي لي برونش سيانتيفيك، كاين زوج كاين مات واي وفوتو مات. فوتو مات يعمل شغل كي سناب شات فان، تصوري ليكزارسيس وتكتبي لا كيستيون هو يفتحها لك، وفيه بزاف يعني يفتحها لك نورمال ويعطيك الحل كيفاش داير بلي ديتاي. مات واي هو يجي تكتبي فيه زعما الدالة ولا، ويجي فيه بزاف فيه الجبر الهندسة الاحتمالات الإحصاء يعني انتي واش حابة وتكتبي ويمدلك زعما الحل زعما كيش فهمكم، كاين فاسيل ديفيسيل اكسيتيرا يعني انتي كيفاش حباتي فهمت. التطبيق الخامس هو سليب سيركل، يعني بون لازم نرقدو باش نقعو ياك باش المخ تاعنا يريح ونولو نركزو بيان. هو سليب سيركل هذا كلافي يخدم كلافي، انا دايرتو بون تما اذا كنتو من الناس اللي تحطو التليفون تاعكم قدامكم راح يديركم شغل كل اناليز ليكم تما كش راكم ترقدو، اسكو ترقدو مليح شنو الساعة رقدتو فيها، واذا كنتو رقدتو قل من 6 سوايع بدا شغل ينوضكم غير بشوي ميم لي سون غيري بزاف هايلين. سو هذو هما الخمس تطبيقات تاع باك تو سكول، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله تستفادوا منهم. ما تنساوش بون ديروا لي لايك وفولو مي اون سناب شات فيسبوك انستغرام، شفتوا انستغرام وسناب شات. ما تنساوش ديروا تامز اب وسبسكرايب ماي شانل باش تشوفوا مي فيديو الجايين ومي فيديو اللي قبل. هيا بون حبيت نقول اون بارونتيز كارير فيديو التالية تاعي راح تكون بالجزائر، يعني فيديو التالية راح نولي رجع إلى أصل الطبيلة رجع إلى مبدأ كنت مع فاتحة فكرت بابيك. المهم راح تكون على فيديو
التانية تاع الجزائرية اللي في الجزائر حين اللي نهضر بالعربية كيما نكون فريمون توحشت عليك بزاف منكم ما يحبونيش نهضر هكا بالعربية مي أنا أكثر شي أنا نحب نهضر هذيك بالعربية هكا بون هي مش عربية هي اللهجة البيضاء باش يفهموني كامل البنات في اليوتيوب So, إن شاء الله ما كنتش ثقيلة على قلوبكم أنا اللي بديتكم ونرسم البسن على وجوهكم اتهلاو في رواحكم وفي الناس اللي تحبوهم Allez, peace, à la prochaine vidéo